تحية رياضية لكم يا مشاهدينا وما كنتم عم تتابعونا. اليوم افتتاح الأسبوع الرابع من بطولة ألفا لكرة القدم بمباراة بمنتهى الأهمية. اليوم العهد عم يستضيف الإخاء الأهلي علي بوحدة فعلا من المباريات الهامة جدا بالنسبة للعهدويين، وخاصة قبل الاستحقاق الآسيوي يلي بينتصر فريق العهد وبينتصر لبنان بشكل عام. لاعبين عم بيغيبوا عن تشكيلة فريق العهد، لاعبين أساسيين، لاعبين يعتمد عليهم دائما وبيعتمد عليهم بشكل كتير كبير المدرب روبرت جاسبرد. أبرز اللاعبين اللي بيعتمد عليهم المدرب الألماني هو قائد الفريق أونيكا، عم بيكون خارج 18 بالإضافة إلى محمد حيدر. إذن لحظة انطلاق المباراة ثلاثة من أبرز اللاعبين موجودين على مقعد احتياط العهد بالوقت. الكرة بتتنفذ أمامية، ممكن الكرة العرضية العهدوية فعلا العرضية لداخل المنطقة، وهيدي التسديدة مباشرة جول. دائما بالمباريات عندما بيغيب قلب الهجوم بيظهر قلب الدفاع، من هو خليل خميس صاحب الرقم ثلاثة هو اللي عم يفتتح التسجيل. كنت توقعت يمكن من الثواني الأولى أنه ممكن المباراة تشهد واحد من الأهداف السريعة. فعلا واحد من الأهداف السريعة، خليل خميس هو عم يفتتح التسجيل مع تدخل موني، بيخطف الكرة موني، بعده عم يتقدم بهالكرة موني، عنده إمكانيات ممكن يسدد من خارج منطقة الجزاء، بيسدد موني تسديدة قوية جدا، إنما على الحارس على مرحلتين كان عم بيصد الكرة وأكثر. الكرة ملعوبة حاليا داخل المنطقة، وهذه الرأسية جول 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 داخل الشباك. وين الرأسية؟ الرأسية عهدوية، وطبعا جاد الزان بهالموسم العهد. اوه تمريرة رائعة، الحكم عطى افضلية اللعب، حماد ادوح، ممكن جول، ممكن جول، ممكن جول، جول جول جول. العهد عم بيقتل المباراة، محمد ادوح عم بينهي المباراة، عم بيريح الاعصاب لمباراة طبعا منتظرة مع فريق طبعا القوة الجوية العراقي. كان العهد فاز على الاخاء الاهلي علي بثلاث اهداف مقابل لا شيء، هناك نتائج كثيرة بين الفريقين سجلت فعلا نتائج كثير كبيرة رح اتحدث عنها بالوقت. الكرة العرضية وهدفه هدف، هدف رابع، يعني حتى يعني الهدف الرابع عم بيكون بنيران صديقة للعهد وللبنانيين بشكل عام. هيدي الكرة العرضية، ممكن جاد الزين، ممكن جاد الزين داخل المنطقة، وممكن الهدف الخامس، ممكن الهدف الخامس، في هو هدف خامس، ممكن الهدف الخامس، والهدف الخامس عم بيكون لمصلحة فريق العهد. محمد قدوح المتقدم من الخلف يلي ما عمله جاد الزين داخل المنطقة، تنفيذه كان خاطئ. الكرة حاليا بالمرتدة، سعيد عوضة داخل المنطقة، تسديدة أصابت العارضة. عباس خليفي وجمال خليفي بالوقت، وهناك كادو بيلعب الكرة العرضية لداخل المنطقة، وهيدي الرأسية محمد حمود. باكوفيتش ما في أي تسلل، كرة خطرة ممكن، الكرة العرضية إنما سهلة بين يدي الحارس. شوف كيف بيطلق الهجمة، بأي طريقة الحارس طلق أطلق الهجمة المرتدة. أحمد الزرق راح، أحمد الزرق انطلق، هرب، لعب العرضية، وين العرضية؟ جول. لا لا لا، الصدى جميلة جدا، إنه العهد يحاول تسجيل أكثر عدد من الأهداف بالمباراة. وهذه وحدة من الكرات على الحارس، الستة صفر أو رح تبقى خمسة. موني بتقدم بسدد، الكرة حاليا عم تتسدد مباشرة على المرمى، وصد ولا أجمم على الحارس. الكرة حاليا عم تتسدد مباشرة على المرمى، وصد ولا أجمم على الحارس. علي حديدي بيلعب العرضية، وين الرأسية؟ الرأسية عهدوية، الرأسية عهدوية سنتيمترات. اللقاء ما تكون هي مباراة قمة، ممكن على كل حال ما في داعي لأي دقيقة من الوقت المحتسب بدل عن ضيع. وأكيد أنا لو ما مساعدة زملائي بالفريق أكيد ما كنت طلعت مان أوف ذا ماتش، والحمد لله. يعني 25 لعيب مثل بعض نحن عنا بالعهد، نفس المستوى تقريبا باختلاف شوي، الحمد لله كل الشباب لعبت وتعبت، الحمد لله توفقنا وربحنا خمسة. قدمنا مباراة كبيرة نحن وعم نشتغل إن شاء الله نربح كأس الاتحاد الآسيوي. بحب اقول شغله، يعني العهد عم بيلعب بنص نهائي كاس اسيا، مش عم بيلعب لا باسم العهد، عم بيلعب باسم لبنان. يعني بتمنى على جمهور اللبناني كله، كان عهد نجمي انصاري يجي يواكبنا بقلب الملعب. هذا اول اللي بدي اقوله بس هالكلمه.